السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات يوم الأربعاء 22 فبراير 2023. في عندنا اليوم عدة مباريات في دوري الأبطال، راح نحاول ناخذ أحسن الفرص من هذه المباريات. أيضا قبل ما نبلش في إعطاء النصائح والتوقعات، خلونا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام. في عنا قناتين، قناة بنشر عليها ورقة يوميا، هاي نتائج الورقات اليومية، وقناة ننشر عليها أيضا ورقات على مدار اليوم، اشي تراكمي واشي يعني مباريات فردية. اقل مباراة يعني لا تقل اودها عن 1.8 اقل شيء. خلونا نيجي، الروابط موجودة في صندوق الوصف. خلونا نيجي نطلع سريعا على المباريات يوم الاربعاء، وناخد يعني افضل الفرص من هذه المباريات. في عندنا في دوري الأبطال السيتي ولايبزيج وبورتو وإنتر ميلان. خلونا نيجي سريعا تحليل مباراة السيتي. في عندنا لايبزيج الألماني في الدوري يعني الألماني، أهدافه يعني كتير في الدوري الألماني. أيضا الفريقين سبق وأن تواجهوا في مسابقات دوري الأبطال في يعني قبل حوالي سنتين. أداء الفريقين يعني جيد جدا في مسابقاتهم المحلية، يعني أفضل توقع لهذه المباراة مجموع أكثر من 3 أهداف لهذه المباراة. خلونا نيجي أيضا نيجي نشوف هذه المباراة في كأس الليبرتادوريس سريعا. في عندنا فريق تشيلي وفريق باراغواي من في كأس الليبرتادوريس. دائما مباريات في هذه البطولة بتكون فيها يعني أهداف. المباراة حتبدأ يعني خلال 3 ساعات من وقت هذا الفيديو. مجموع أكثر من 2 لهذه المباراة. نختار أيضا مباريات الغد يعني قليلة نوعا ما. نيجي سريعا للدوري الأندونيسي. في عنا ديفا يونايتد وبالي يونايتد، الفريقين يلعب في الدوري الأندونيسي، ونتائجهم يعني بين مواجهاتهم بين بعض ومواجهاتهم السابقة يعني شهدت أهداف عديدة لمواجهاتهم السابقة. أفضل نصيحة مجموع أكثر من 2.5. نختار أيضا مباراة أو أيضا كوستاريكا، نحاول نشوف مباراة من الدوري الكوستاريكي سريعا. في الدوري الأول وفي الدوري الثاني.
في هذه المباراة بين غريسيا وهذا الفريق، مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. أيضا كوستاريكا الدرجة الثانية، يعني بكون في أهداف في هذا الدورة. في عندنا هذا مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. هيك اخترنا 5 مباريات متفرقات من دوريات مختلفة، اختار ما يناسبك منها ولا تضعهم في قسيم التراكم، يعني لا تضعهم في نفس القسيمة، اختار الذي يناسبك من هذه المباريات وارمي يعني 5% مثلا من رأس مالك، 5% وزعها على اللي هو 5 مباريات. يعني مثلا لو أنت رأس مالك $100، ترمي في كل مباراة دولار لدولار ونص كحد أقصى. وبهيك بنكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس أيضا والإعجاب بالفيديو والاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.